بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة بالتأكيد جاية بعد مباراة الأمس بين الزمالك والأهلي في مؤجلات الدوري الممتاز، مباراة مؤجلة من الأسبوع العاشر، وللأسف خسر الأهلي هدف مقابل هدفين في الدقائق الأخيرة بعد ما نجح سيف الجزيري في إحراز هدف التقدم، وبالتالي انتهت المباراة بفوز الزمالك 2-1. عندنا كواليس كتيرة جدا متعلقة بهذا اللقاء، ماذا حدث في أحداث هذا اللقاء، طاقم تحكيم هذه المباراة، العقوبات التي صدرت منذ قليل من رابطة الأندية المحترفة بعد الخروقات التي تمت في الوقت بدل الضائع، بعد سحب كرات الملعب بالكامل وعدم تواجد كرات لأداء واستكمال المباراة، كل دي بالتأكيد تفاصيل هنتكلم عليها، بالإضافة إلى مارسيل كولر والطريقة اللي بدأ بها الأهلي امبارح وخسارة مباراة كان ممكن يكون فيها دفعة معنوية قوية قبل السفر إلى الكونغو الديمقراطية، خاصة إن في مباراة مهمة جدا يوم السبت المقبل الساعة 3 العصر في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. صحيح هي مباراة بثلاث نقاط، ولكن المرحلة القادمة مرحلة هامة جدا، ولعل وعسى تكون هذه الخسارة فرصة للجهاز الفني وللاعبين لتصحيح الأوضاع من أجل تصحيح المسار، خاصة وأن البطولة الإفريقية هي البطولة الأهم في المراحل الأخيرة، أربع مباريات وتتوج ببطل، تكون بطل لهذه البطولة التي فزت بها في نسخة العام الماضي، وبالتالي يعني أعتقد الأهلي على مشارف إنجاز تاريخي مهم جدا، ولكن خسارة مباراة الزمالك قد تكون فرصة طيبة لتصحيح الأوضاع إذا رغب الجهاز الفني في معرفة الأخطاء التي وقع فيها والحديث مع اللاعبين، خاصة أن اليوم أجازة وراحة سلبية وبكرة تدريب وحيد قبل السفر إلى الكونغو الديمقراطية. حلقة فيها كواليس كتيرة، تفاصيل مهمة، وزي ما قلت هنتكلم على مباراة الزمالك، الاستعداد لمباراة مازيمبي، التحكيم، أحداث مباراة الأمس، وكلام مهم جدا هنتلونه النهاردة في برنامج الترند. لكن بسرعة عشان وقت الحلقة نروح لأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، الأهلي يغلق ملف الدوري ويبدأ الاستعداد لمباراة مازيمبي. وكمان بعثة الفريق تطير إلى الكونغو غدا. وفي الترند العالمي، مواجهات نارية في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. نروح لاستعراض مباريات اليوم والنهاردة، جولة الإياب في لقاءات الدور ربع النهائي، النهاردة في مباراتين الساعة 9 بتوقيت القاهرة، برشلونة وعلى ملعبه في الكامب نو هيستضيف باريس سان جيرمان. كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز برشلونة 3-2. أيضا في نفس التوقيت بروسيا دورتموند هيستضيف على ملعبه أتلتيكو مدريد، وكان سبق لأتلتيكو مدريد بطل إسبانيا الفوز على بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف. دي النهاردة بداية مباريات الدور ربع النهائي وإياب الدور ربع النهائي لتحديد الفريقين اللذان سيتأهلا إلى المرحلة المقبلة. هل برشلونة سيواصل كتابة التاريخ وسيقصي باريس سان جيرمان مجددا؟ وهل بروسيا دورتموند سينجح في تحقيق المفاجأة وإقصاء أتلتيكو مدريد؟ كل ده نعرفه النهاردة من خلال نتائج مباريات اليوم. حلقة زي ما قلت لحضراتكم فيها كواليس وتفاصيل كتيرة، ولكن عشان وقت الحلقة نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع. عندنا ثلاث أربع ملفات مهمة جدا هنتكلم فيهم بشكل مهم جدا عن أحداث مباراة الأمس، وإيه السلبيات اللي ظهرت في مباراة الأمس ممكن يستفيد بها الأهلي قبل السفر إلى الكونغو الديمقراطية. أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا كنا عايزين نتكلم في تفاصيل كتيرة لها علاقة بالأمور الفنية وأحداث مباراة الأمس، ويمكن حتى مارسيل كولر اتكلم امبارح في المؤتمر الصحفي لما اتسأل على مسؤولية الأخطاء اللي تمت في المباراة والخسارة، الراجل كان بكل جراءة ووضوح قال مسؤوليتنا. يعني الراجل كان واضح جدا في تعليقه على فكرة الخسارة والتشكيلات والتغييرات اللي تمت في المباراة. أكيد هنتكلم على كل التفاصيل دي، ولكن كالعادة يعني في حاجات كده لازم تبقى متصدرة المشهد في السوشيال ميديا، وفي مثل هذه المباريات الكبيرة اللي بيتصدر المشهد مثلا مدرب فريق من الفرقتين، حارس مرمى فريق من الفرقتين، لاعب، جمهور، قلما لما تلاقي مثلا ايه متصدر المشهد حكم.
ولكن من امبارح للنهارده متصدر مشهد مباراة القمة كما هي العادة وكما كان متوقع هو الكابتن إبراهيم نور الدين، وأنا مش عارف ليه. يعني المباراة على المستوى الفني إجمالا تقدر تقول متوسطة المستوى من الناحية التحكيمية، ما كانش فيه على فكرة إبداع تحكيمي في أرضية الملعب، ده بالعكس، ده لولا تقنية الفيديو يعني المباراة امبارح كانت هتبوظ. أنا بتكلم بكل أمانة مع كامل احترامي لكل الناس اللي طلعت حللت في الاستوديوهات موضوع الأخطاء التحكيمية، مباراة امبارح لولا تقنية الفيديو كانت المباراة امبارح باظت. كابتن إبراهيم نور الدين كان عايز يدي كارت أحمر لعبد المنعم. كابتن إبراهيم نور الدين ما هو اللي صفر ركلة جزاء وكان بعيد عن اللعب أو اعتمد على المساعد، وأنا هتكلم ليه كان امبارح في الشوط الثاني بيعتمد على المساعدين. ولكن النهارده الكابتن إبراهيم نور الدين بعد سلسلة طويلة جدا من التصريحات اللي خرجت بالأمس فاجئنا من شوية على صفحته الشخصية ببيان طويل عريض، وكأن هو مش شايف إن في لجنة حكام، وكأن هو مش شايف إن في اتحاد كورة، وكأن هو مش شايف إن في رابطة أندية. أنا لأول مرة في حياتي أشوف حكم مع كامل التقدير لشخصه، هو عارف أنا بحترم الناس إزاي، ولكن دايما دوري إن أنا أبرز الإيجابيات والسلبيات. عندك إيجابيات في ماتش إمبارح وعندك سلبيات في ماتش إمبارح. من أبرز سلبياتك الشوط التاني ما كنتش بتجري، وبعد المباراة اتكلمت كتير قوي، تصريحات في كل حتة. امبارح كل ما تقلب على قناه تلاقي كابتن ابراهيم ضيف، كل ما تقلب على قناه تلاقي كابتن ابراهيم ضيف. فين لجنه الحكام من الموضوع ده؟ ما تعرفش فين، ما تعرفش. والنهارده بقى تكمل ايه بسلسله بيان طويل يتراجع فيه عن كل الكلام اللي قاله امبارح. امبارح اولا قال كلام تجاه الفريقين، اعتقد رابطه الانديه لو مركزه شويه في شغلها لازم تقدم مذكره ضد حكم المباراه لاتحاد الكوره، ده الف ب، لازم تقدم مذكره في حكم المباراه، ده واحد. الحاجه الثانيه، كابتن ابراهيم لو من الحكام المصنفه في الاتحاد الافريقي اعتقد كان هيبقى في رد فعل على تصريحاته امبارح من الاتحاد الافريقي، بس هو خارج التصنيف فالاتحاد الافريقي مش مركز معاه. الحاجه الثالثه، لما يطلع يعلن اعتزاله في 6 يناير وامبارح يعلن عكس كلامه ودلوقتي يعلن ان هو اصلا واخد قراره انه هيعتزل، ده كلام يعني اعتقد ان دل على شيء بيدل ان مباراه امبارح كان تعيين طاقم التحكيم بلا اي معايير فنيه، كانت الامور كده ماشيه ايه فريندلي ودي ما بين الاخ رئيس لجنه الحكام البرتغالي فيتور بريرا والكابتن ابراهيم نور الدين اللي بيطلق على نفسه دايما انا الحكم رقم واحد في القائمه الدوليه، دي وجهه نظره هو، لكن وجهه النظر العمليه والفنيه والمعايير بتقول كابتن ابراهيم مش اللي هو الحكم المصنف رقم واحد في مصر. ليه؟ لان اولا احنا عندنا حكم محترف موجود في قائمه المحترفين في الكاف ما فيهاش الكابتن ابراهيم نور الدين، عندنا حكام النخبة في الاتحاد الافريقي ما فيهاش الكابتن ابراهيم نور الدين. تيجي تقول لي طب هو اتعين في مباراة امبارح ليه؟ اسأل بريرا، اسأل بريرا. يعني اختياره في مباراة امبارح اولا ما كانش فيه فايدة فنية للحكام الصاعدين، لان الشوط الثاني امبارح كابتن ابراهيم ما كانش بيجري في الملعب. كابتن ابراهيم نور الدين ما كانش بيجري في الملعب، بدليل انه امبارح في الشوط الثاني كان كل القرارات اللي بياخدها بيستعين بها بالمساعدين. ضربة الجزاء اديها له سامي هلهل. الفاولات اللي كانت في الشوط الثاني تجاه المساعد الثاني هاني عبد الفتاح كان هو اللي بيديها لابراهيم نور الدين، وارجعوا لشريط المباراه واتفرجوا. كابتن ابراهيم الشوط الاول كان بيجري في كل حته، كان مركز جدا، ولكن اكيد المخزون البدني ما ساعدوش ان يكمل بنفس التركيز في الشوط الثاني. حتى الانذار اللي اداه عبد المنعم في الشوط الثاني حسب معلوماته وكان عايز يدي كارت احمر. كان عايز يدي كارت لانه بعيد عن اللعبه، ما كان شايف احداث اللعبه. وكان المفروض اصلا كمان سيف الجزيري ياخد انذار. لكن هو ما كانش مركز في الشوط الثاني، وده نتيجة ممكن المخزون البدني ما اسعفوش لان الشوط الاولاني بذل مجهود بدني كبير جدا، ولكن على المستوى التحكيمي لا، مستوى متوسط، اخطاء فنية كانت كتيرة جدا بالذات في الشوط الثاني. هل التحكيم اثر على النتيجة؟ لا، لولا تقنية الفيديو كان التحكيم امبارح اثر على نتيجة المباراة، وعشان كده تقنية الفيديو موجودة. ولولا الخبرات اللي كانت موجودة في تقنية الفيديو بوجود الكابتن محمد عادل والكابتن محمود ابو الرجال كانت الدنيا باظت. كانت الدنيا باظت بكل امانة وبكل صراحة. أكبر دليل إن تعيينات لجنة الحكام في مباراة الأمس ما كانتش ليها علاقة بالأمور الفنية هو اللي حصل في الجزء الأخير من المباراة. طبعًا بخلاف الخطأ اللي ارتكب من الكابتن سامي هلهل واللي على أساسه الكابتن إبراهيم نور الدين إدى ركلة جزاء، كابتن سامي هلهل كان موجود في ماتش نهضة بركان وأبو سليم الليبي وكان جزء من المشاكل اللي أثيرت في نهاية اللقاء لما ما رفعش تسلل على كورة نهضة بركان أحرزتها هدف والفار قال له لا الكورة تسلل. فده أكبر دليل إن اللجنة اللي بتعين الحكام ما بتبصش للمعايير الفنيه، لان امبارح ادى ركله جزاء للزمالك وهي الكره مش ركله جزاء، لما تعادت في الفار مش ركله جزاء والكابتن ابراهيم جاي من بعيد
بص على الكادر كده، ساعه احتساب ركله الجزاء كابتن ابراهيم نور الدين جاي في اخر الكادر والقرار بتاعه. انتوا عارفين صفارته دايما لما بيدي ضربه جزاء بيبقى فيها يعني تفاعل كبير قوي وفيها عنف شديد شويه. امبارح بيدي ضربه الجزاء وهو مش متاكد وبيبص للمساعد وحب يوضح للناس ان القرار ما كانش قراره، فشاور لسامي هلهل بعد ما الفار لغى ضربه الجزاء وقال له مش مشكله يا سامي، ركز مش مشكله نعدي اللعبه ما علينا. ولكن انا شايف التحكيم امبارح ما كانش فيه اضافه. انا مع التحكيم المصري وكنت بدعم ان التحكيم المصري يدير مباراه القمه، ولكن مش الكابتن ابراهيم نور الدين. ما ينفعش اجيب حكم شبه معتزل ويدير مباراه القمه، ما ينفعش اجيب حكم احنا عارفين اساسا ادارته للمباريات والشو اللي بيحصل واديله مباراه زي دي. واحنا شايفين من امبارح للنهارده الشو اللي بيحصل على السوشيال ميديا بناء على التصريحات اللي محدش في الرابطه اتحرك عليها لغايه دلوقتي، ولا وجه مذكره لاتحاد الكره، ولا اتحاد الكره اصلا مركز مع بيريرا، ولا بيريرا عارف هو بيختار الحكام ازاي. اهم حكم مساعد في مصر حطه على غرفه الفيديو مش في الملعب. حكم رايح كاس عالم في قائمه البروفيشنال مش موجود في مباراه القمه. الحكم الثاني اللي مرشح كاس عالم مش موجود في مباراه القمه. الحكام اللي ادارت مباراه في كاس الامم مش موجوده امبارح في الملعب في مباراه القمه. ده يدل على شيء، بيدل ان الامور فيها هرجله، التعيينات فيها امور بعيده تماما عن الامور الفنيه. طيب امبارح قال لك ايه بقى كمان؟ قال لك مباراه الاهلي والزمالك اه قمه وكل حاجه، بس ده بين الفريقين في المركز التاسع والعاشر، اللي النهارده كاتب فيها بيان على صفحته وبيتراجع عن التصريحات دي. يا كابتن ابراهيم انت بتدير مباراه ما بين فريقين منهم فريق بيلعب نصف نهائي دوري الابطال اللي انت اصلا ما بتحكموش ولا بتصفر فيه، وفريق تاني بيلعب نصف نهائي الكونفدراليه اللي انت اصلا لا بتحكم فيه ولا بتصفر فيها في الادوار دي. تصنيفك في البطولات دي يا كابتن ابراهيم تصنيف في الادوار التمهيديه، ما بتقدرش تحكم لا دور مجموعات ولا ادوار نهائيه، ده تصنيفك في الاتحاد الافريقي. ويا ريت كل واحد يعرف موقفه وبلاش التعالي وبلاش التصريحات الرنانه. انت امبارح ما حسبتش مثلا ثلاث ضربات جزاء سليمه والفار ما راجعكش فيها، ده انت اول قرار مؤثر حسبته في المباراه الفار لغاه. فالمستوى التحكيم امبارح ما كانش الاعلى مستوى. لو حكم بيتفرج وعايز يستفيد، لا ما استفادش. انا شايف ان التحكيم امبارح كان زيه زي نهائي كاس مصر، اقل من المتوسط. حكم غير مصنف ادار مباراه نهائي الكاس في السعوديه، حكم غير مصنف ادار مباراه في الدوري بالامس. هناك في الرياض كانت فكره اللي احنا مش عايزين حكم مصري، والامر كلكم عارفين ما كانوش عايزين حكم مصري ليه، وتدخلوا في شغل بيريرا. وبالامس كانت فيه برضه اختيارات فنيه غير سليمه في اختيار ابراهيم نور الدين. في النهايه اللي عايز اقوله، لا الاهلي استفاد بالتحكيم ولا الزمالك استفاد بالتحكيم، هنا حصلت اخطاء وهنا حصلت اخطاء. والهدف الثاني لو طلع كذا خبير قال لي اللعبه هدف سليم، انا شايفها امبارح مش بتكلم على لعبه سيف الجزير انه عامل دبل كيك وفيها عنف او فيها لعبه خطره، لا ده انا شايف كمان ان عبد المنعم لما لعب الكوره دونجا دخل خبط في عبد المنعم بدون ما يلعب الكوره، ما كانش فيه تنافس على الكوره. ولكن امبارح الناس كلها قالت لك لا هي الهدف هدف سليم. خلاص، لكن انا شايف امبارح ان التحكيم مش محتاج الهاله الكبيره اللي بتحصل دي. انا مع التحكيم المصري، ما كانش عندي مانع يدير مباراه محمد معروف او امين عمر او محمد عادل، واحد من الثلاثه اللي كانوا بيحكموا في كاس الامم. ما كانش عندي مانع ان يكون حد منهم في الفار، ومحمود عاشور في الفار، ابو الرجال في الملعب، احمد حسام طه في الملعب، يعني ما كانش عندي مشكله. لو اللجنه اختارت كده كنت اقول لا اللجنه بتختار وبتشتغل صح، ولكن امبارح كل تعيناتها غلط. واكبر دليل على كده، وعشان تعرفوا ان اللجنه ما بتستفيدش وتشوف الاخطاء اللي بتحصل، الحكم الرابع امبارح الكابتن احمد الغندور، انا امبارح مش شايف ليه اي دور في الملعب. اعتراضات على الدكه ولا ليه اي تواجد، ولا ليه اي تواجد. كرات بتختفي من الملعب ملوش اي تواجد. ونفس المشاكل اللي حصلت في ماتش النهارده بركان وابو سليم هي اتقررت امبارح. هي اللي اتقررت امبارح، واعتقد يعني الكابتن ابراهيم يمكن شاف معاه سامي هلال واحمد الغندور فقال لك الست دقايق خلصوا صفر. لو حسبت وقت ضيع زياده ممكن المشهد اللي حصل في بركان يتكرر معايا، فقال لك لا صفر يا عم بلاش، ما هو اللي كانوا هناك كانوا معايا النهارده فبلاش لا صفر، رغم ان الوقت الضايع الست دقايق ما تلعبش منهم غير دقيقتين، اربع دقايق مهدرين في كرات مش عارفين هي فين، وكاننا بنلعب في الشارع، وكاننا بنلعب في الشارع. المشاهد امبارح اللي شفناها في استاد القاهره في اخر خمس دقايق من المباراه، او تحديدا بعد هدف الزمالك الثاني، دي مشاهد لا تليق بمسابقه كبيره هي الاقدم في الوطن العربي وفي القاره الافريقيه. ان كرات الملعب تختفي ده كلام يعني ما يصدرش من ناس صغيره.
مش بتكلم على ان ده ليه تاثير على النتيجه، لا لا لا، احنا اكبر من كده على فكره. وممكن نعترف ان الاهلي خسر، والاهلي امبارح كان وحش، وكولر امبارح لم يتعامل مع المباراه بشكل جيد. ما عندناش مشكله نتكلم في كل ده، بس بصوا على الفيديوهات دي. المشهد ده على فكره مشهد مسيء، مشهد مسيء. وكنت اتوقع ان يكون في اعتذار على الاقل للمنظومه النهارده، وكان ما فيش حاجه حصلت والناس ولا عادي جدا، ما فيش مشكله. ان الولاد الصغيرين اللي على فكره دول لما يكبروا هيكونوا لعيبه، يعني الولاد الصغيرين دول بيلعبوا في الاكاديميات وفي قطاعات الناشئين الانديه، لما يتعلموا من صغرهم على لقطه زي دي هتنتظر منه ايه فيما بعد لما يكبر؟ ايه اللي هتنتظره منه؟ الكرات تختفي، شيل الكرات، خبي الكرات. مثل هذه التصرفات لا تصدر الا من الصغار، مش من الناس الكبيره، مش من الناس اللي عارفه قيمه ومكانه الدوري المصري وقيمه مباراه القمه. انا كنت اتوقع ان يكون في شجب للكلام ده. بصوا الكور بتتخبى وبتتشال ازاي. فين الحكم الرابع امبارح موجود في المباراه؟ الكابتن ابراهيم نور الدين لو حافظ القانون بشكل كويس جدا، بعد اللي حصل ده كان لازم يدي انذار للمدير الفني لنادي الزمالك، كان لازم يديله انذار، ده القانون بيقول كده، لكن ما ادالوش انذار، ما ادالوش انذار. انا قلت لكم امبارح الشوط الثاني وما كانش مركز خالص في المباراه. المشهد ده النهارده خلى رابطه الانديه تطلع قرارات. ايه هي القرارات اللي صدرت النهارده؟ اولا توقيع غرامه ماليه على نادي الزمالك قيمتها 50,000 جنيه، وذلك لسحب واخفاء الكرات من الملعب اثناء المباراه بغرض اضاعه الوقت، طبيعي طبقا للائحه. بصوا بقى اللي جاي، ايقاف عمرو ابو العز مدير اداري نادي الزمالك لمده مباراتين، وذلك بسبب سحب واخفاء الكرات من الملعب اثناء المباراه. عدم مصاحبه مصطفى حسين ميلا عامل فريق المهمات في نادي الزمالك في المباريات لمده 4 مباريات لتعمده سحب واخفاء الكرات من الملعب اثناء المباراه بغرض اضاعه الوقت. القرارات دي صدرت بناء على تقرير مراقب المباراه. القرارات دي صدرت بناء على تقرير مراقب المباراة. بس هل الأمر بيكتفي ب50,000 جنيه؟ المشهد ده آخره 50,000 جنيه؟ ده في كمان مشهد تاني امبارح يبدو إن الرابطة ما خدتش بالها، يعني إدارة المسابقات ما خدتش بالها. لما كان في احتفال بالهدف التاني كل الدكة نزلت. يعني الناس بتفرح وبتحتفل ده حقها، بس أكيد نزول الدكة لأرضية الملعب فيها غرامة تانية. سقطت سهواً. ولكن أنا مش هستغرب إن لو في حاجة سقطت سهواً، لأن في عقوبة من يوم نهائي كأس مصر لغاية دلوقتي محدش قدر يطلعها ولا يتكلم فيها. لا شفنا في عقوبة على شيكابالا ولا شفنا في عقوبة على دونجا في نهائي كأس مصر بعد الأفعال التي صدرت من كلا اللاعبين في أرضية ملعب المباراة. فبالتالي نزول اللعيبة للاحتفال بالهدف ممكن تكون سقطت سهوا، لأن في عقوبة على 3 أسابيع برضو شكلها سقطت سهوا. لا شفنا عقوبة شيكابالا ولا شفنا عقوبة دونجا منذ مباراة نهائي كأس مصر، وتحججوا وقتها وقال لك رئيس الاتحاد أصل احنا من يعني مستنيين تقرير الحكم البرازيلي. يعني أعتقد ده إن دل على شيء بيدل إن القرارات هي لما بتطلع بتطلع بكل سهولة. ولكن في قرارات تانية حطها في الدرج والأيام والناس بتنسى. فين عقوبة شيكابالا في ماتش نهائي الكأس؟ ولا حد بيتكلم. ولا حد في الإعلام بيلقي الضوء على الموضوع ده. ولا حد بيقول إيه اللي بيحصل أصلاً، رغم على فكرة ماتش نهائي الكأس لو في خطأ حصل وقرار تأديبي وانضباطي ممكن ما يسريش على ماتش الكاس، يسري على الدوري وعلى الكاس وعلى كل المباريات المحلية. لأن العقوبة أو الخطأ أو الفعل المشين اللي حصل بعد نهاية المباراة ده بيخضع لقانون الانضباط، مش عقوبة مسابقات ماتشين ثلاثة في المسابقة. عقوبات الانضباط بتسري على جميع المباريات، ولكن لا المسابقات خدت قرارات ولا الانضباط خدت قرارات، والمراقبين اللي بيتم تعيينهم في المباريات بيتم تعيينهم عشان الحاجات اللي زي دي اقدر وانا بتكلم معاهم اقدر اوظف واوصف الامور بالطريقه اللي انا شايفها عشان اطلع عقوبه ولا ما اطلعش عقوبه. ذاكروا كده شوفوا مباريات الاهلي والزمالك على مدار اخر 5-6 سنين، شوفوا المراقبين هتلاقوهم بيتقرروا بنسبه يعني تقترب من 70-80%، عشان العقوبات دي لما تطلع تبقى القصه في ايدينا، يبقى التقرير في ايدينا مش تقرير الحكم البرازيلي. هكذا تدار منظومة كرة القدم المصرية، هكذا تدار منظومة كرة القدم المصرية بهذا الشكل وبهذه القرارات. هل هناك قرار سيصدر من لجنة الحكام بعد تصريحات إبراهيم نور الدين؟ أشك، لأن
اللجنة للأسف ضعيفة، مش هتقدر تاخد قرار ضد حكم مباراة الأمس بدليل ان هم شافوا ان في غلط حصل امبارح، كذا مداخلة عشان يتصحح الخطأ، والنهارده كمان بيان بيتكتب عشان يوضح ان في اعتذار رسمي يعني للقطبين واعتذار رسمي للمنظومة. طب طالما اعترفت ان في خطأ حصل، مش هقول خطأ في فهم التصريحات لان التصريحات كانت واضحة صوت وصورة، دي مباراة بين التاسع والعاشر، لا كلام ما كانش ينفع يعدي بصراحة. وللأسف أنا شايف الناس كلها بتاخد الأمور بكل بساطة، لا في قرارات بتصدر ضد حكم المباراة ولا في أي حاجة بتحصل من رابطة الأندية، والقرارات اللي طلعت النهاردة أنا شايفها قرارات عادية جدا. على فكرة بالمناسبة يعني عامل المهمات ده كان صدر ضده قبل كده كذا قرار انضباطي، يعني دي مش أول مرة. هل في تغليظ للعقوبة؟ ولا في تغليظ للعقوبة، ولا يحصل حاجة أصلا بالنسبة لتغليظ العقوبة، ولا بيحصل أي حاجة، والناس أساسا مش عارفة هي بتدير المنظومة إزاي، بدليل إن امبارح مباراة بيديرها حكم مش مصنف، حكم يعني أعلن اعتزاله في 6 يناير وبتدي له مباراة مهمة زي دي في الدوري العام، وأنت عندك حكمين رايحين كأس عالم بتقضي على فرصهم في الترشح لكأس العالم بقراراتك الغريبة دي. أنا مش عارف برضو بيريرا بيدير منظومة التحكيم إزاي. لو الناس بتعتقد في اتحاد الكورة إن الأهلي عايز خبير أجنبي يدير المنظومة فأنت بتجيب أي خبير أجنبي، الكلام ده ما ينفعش على فكرة، والكلام ده أكيد هيكون ليه وقفة قريب جدا، وهيبقى ليه وقفة قريب جدا مع كافة المسؤولين عن المنظومة دي سواء في اتحاد الكورة أو في الرابطة أو حتى في لجنة الحكام. معنى إن يجي خبير أجنبي يعني خبير أجنبي بجد، مش تجيب لي واحد ببورنيتا بيتكلم لغة إنجليزية وأنا جبت خبير أجنبي. لكن خبير أجنبي قدر في فترة قصيرة يبقى بالمنتاليتي بتاع من سبقوه في اللجنة وتبقى الامور ماشيه زي ما هي، بس يبقى حائط صد عشان اجنبي، الكلام ده ما ينفعش على فكره، الكلام ده ما ينفعش. في مباريات ما فيهاش هزار، في مباريات ما فيهاش مجاملات، في مباريات عايزه تركيز من الكل. ما بيبقاش الاتحاد طالع في مرحله يقول لي انا برفع الحرج وبيغير قرار رئيس لجنه الحكام، والنهارده يقول لي انا غير مسؤول، في رئيس لجنه هو ليه صح يعني كافه الصلاحيات. احنا كده جايين نهزر على فكره، بس يبدو من المشهد كده ان لا في اتحاد كوره ولا في لجان مسابقات ولا في لجنه حكام. طيب نروح لمباراه الاهلي والزمالك. ماتش امبارح كولر بالتاكيد اخطا في التشكيل، اخطا في التغييرات، لم يتعامل مع المباراه بشكل جيد جدا. اكيد كلنا بنعترف ان مباراه الامس كانت خساره لم نكن نتمناها، واللي مزعل كل الاهلاويه ان ماتش امبارح في ظل غياب محمد الشناوي وياسر ابراهيم واليو ديانج وامام عاشور ومروان عطية وبرسيتاو وحسين الشحات، شوف انا بتكلم على 7-8 اساسيين في النادي الاهلي، لكن مباراة امبارح كان الاهلي يقدر يكسب الزمالك مش اقل من 2-3-0 لو التشكيل سليم، لو التغييرات سليمة، لو بدأت بلعيبة عكس اللعيبة اللي انت بدأت بيها كان الاهلي امبارح كان ممكن يكسب الزمالك، بدليل ان الزمالك امبارح في الشوط الثاني ما جاش، اللياقة البدنية هبطت بنسبة كبيرة، تغيير لعبد الله السعيد لان لياقته البدنية انتهت في الشوط الاول، ناصر ماهر، احمد حمدي، يعني نص ملعب امبارح فضي، حتى الكرات المرتده النادي الزمالك ما كانش قادر يكملها، اللعيبه اللي نزلت امبارح سواء سيد نيمار او سيف فاروق جعفر ما عندهمش الامكانيات ان هم يعملوا هجمه مرتده، حتى اللاعب الاوغندي اللي نزل امبارح مش قادر حتى يستحوذ على الكوره. فريق امكانياته الفنيه امبارح كانت قليله جدا في الشوط الثاني، بس الاهلي ما قدرش يتعامل مع هذا الشكل، ده اللي مزعل الاهلاويه، ان ماتش امبارح كان في المتناول، رغم كل الغيابات دي ورغم ان دي كانت فرصه جيده جدا للزمالك ان ممكن يعمل ماتش كبير على الاهلي على فكره اداء ونتيجه، ولكن امبارح المباراه كانت عكس كده خالص. الشوط الاول الاهلي استحوذ ما لا يقل عن 25-30 دقيقه على الكوره، الشوط الثاني وان سايد جيم، مفيش كرات مؤثره سواء هنا او هنا، ولكن في ظل الغيابات دي الاهلي امبارح كان ممكن يكسب المباراه بكل سهوله، وللاسف الجول جه برمي التسلل، عدم تركيز داخل منطقه الجزاء، عنف زائد شويه من لاعبي نادي الزمالك، للاسف فقدت التركيز وخسرت نقاط كانت ممكن تكون يعني ليها دفعه معنويه مهمه جدا قبل السفر الى مازيمبي. عموما هي خساره ممكن تكون نقطه تحول في الموسم ده، الموسم ده ممكن يكون موسم تاريخي لو ربنا وفقنا ان شاء الله في مباراه مازيمبي، وتكون الخساره دي فرصه ان كولر بكره يجتمع مع اللعيبه ويصحح الاخطاء. مهم جدا عشان تعدي المرحله دي انك تعترف ان في اخطاء، وانك تعترف ان السياسه اللي كنت بتدير بيها الكوره في الفتره الاخيره اكيد محتاجه تعديل. احنا لو بصينا على نتائج الاهلي في اخر 4 اسابيع، خساره من البنك الاهلي 4-3، التعادل مع انبي 2-2،
الفوز على زد بهدف في الدقيقة الأخيرة وخسارة من الزمالك 2-1. الأهلي لغاية دلوقتي في 11 مباراة دخل مرمى 13 هدف. فأكيد في أمور كتيرة محتاجة الجهاز الفني يقعد مع نفسه ويقعد مع اللعيبة ويصحح الأوضاع. ماتش مازيمبي أهم كتير جدا من ماتش الزمالك. هنقفل الصفحة وهنفكر في ماتش مازيمبي والجهاز الفني يشوف أخطائه فين ويعالجها. لكن مهم من جمهور النادي الأهلي، هو حقه يزعل واحنا زعلانين ومتضايقين جدا. المباراة امبارح كانت مباراة سهلة، ولكن هدم المعبد ده مش وقته. في ناس بتفرح انها كسبت الاهلي، لكن انت بتفرح لما بتكسب بطولة وبتكسب 5-6 بطولات، وبتزعل لو خسرت مباراة. ففرصة ان الخسارة دي ممكن تكون يعني فرصة لتصحيح حاجات كتيرة جدا. ممكن خسارة تفوقك من حاجات كنت شايفها غلط. يعني انت خسرت البنك الاهلي 4-3، شايف ان انت ما كنتش غلط. لعبت مباراة انبي 2-2، شايف ان انت مش غلط. كسبت زد في الساعات الاخيره، في الدقائق الاخيره، بس جت مباراه الزمالك لا تقول لك لا في اخطاء كتيره. وعلى فكره برضو في نقطه تانية، الغيابات كتيره والغيابات مؤثره، ولكن الفتره اللي جايه فرصه مهمه جدا عشان تصحح الاوضاع. الاهلي بكره، النهارده في راحه سلبيه، بكره الاهلي هيتمرن في مدينه نصر الظهر، وهيتمرن على ملعب نجيل صناعي في احدى الملاعب في الاكاديميات وقطاع الناشئين في مدينه نصر في فرع النادي هناك، ويتجه الى الكونغو الديمقراطيه عبر رحله خاصه حوالي الساعه 2 الظهر ان شاء الله، عشان يصل الى لومباتشي حوالي الساعه 8 مساء. يدخل الفريق على طول الاوتيل ينام، تاني يوم يكون في تدريب على ملعب المباراه، المباراه على ملعب نجيل صناعي. فالحق اللايحه بتديك الحق انك تتمرن تدريبتين على ملعب المباراه، هتتمرن خميس وجمعه على ملعب المباراه الساعه 3، وتلعب المباراه يوم السبت الساعه 3. عايز اقول بس في مباراه مازيمبي في نقطه مهمه جدا عايز اتكلم عليها دلوقتي. ماتش مازيمبي احنا عارفين طاقم التحكيم، الحكم البروندي بسافيكني دابيه هيدير اللقاء، وعلى تقنيه الفيديو الحكم الغاني المثير للجدل دانيال لاريه. ولكن في تقنيه الفيديو في ملعب لومباشي في نقطه مهمه جدا عايز يعني اتمنى الكلام ده يوصل حتى لجهاز الكره في النادي الاهلي. ملعب لومباشي، ودي معلومات انا بقولها لحضراتكم ولكل الساده المسؤولين، في مشكله في البث الفضائي وفي تقنيه الفار في هذا الملعب تحديدا. وده لو تفتكروا كده الدوري الافريقي، مازيمبي لما لعب الدوري الافريقي لعب في تنزانيا بسبب المشكله دي. في مباراه مازيمبي وبترو اتلتيكو الفار يعني فصل في عدد من زوايا الكاميرات حوالي 3-4 دقائق، مرتين ثلاثه في كل مره 3-4 دقائق، في كل مره 3-4 دقائق. وده مش مشكله الفار ومش مشكله شركه الفار، ده مشكله البث الفضائي. الملعب زوايا التصوير فيه صعبه شويه، والكاميرات اللي بتصور عدد 8 كاميرات في ملعب المباراة. أنا بقول لكم بالظبط عدد الكاميرات اللي اتصورت أو اللي صورت المباراة الأخيرة لمازيمبي مع بترو أتلتيكو في لومباشي، واللي انتهت بالتعادل 0-0. عدد الكاميرات 8، في مشكلة في زوايا التصوير، تقنية الفار عطلت والكاميرات فصلت حوالي 3-4 دقائق، حوالي 3 مرات أو 4 مرات. وبالتالي مهم جدا نركز واحنا في المباراة، لو في تعليمات مع حكم المباراة كما هو متبع، لو التقنية فصلت تخطرني أنا كفريق وأنا بلعب، لازم أكون عارف إن التقنية فصلت. واتمنى التقنيه ما تفصلش في توقيتات مهمه جدا في المباراه. عشان كده الاتحاد الافريقي لما حط على تقنيه الفيديو حط حكم، مش التقنيه اقصد، حط حكم مهم جدا في ملعب المباراه، حكم البروندي بسافيكني دابيه. حكم يعني بيتقال ان هو حكم كويس، بيقال برضه ان هو حكم مشهود ليه بالامانه والكفاءه والنزاهه. نتمنى ان يكون بنفس هذه الصفات في مباراه الاهلي ومازيمبي يوم السبت اللي جاي في الكونغو الديمقراطيه. ده أمر متعلق بماتش مازيمبي. المصابين امبارح كريم نيدفيد تواجد في المباراة، ولكن ياسر إبراهيم ومروان عطية نسبة لحقهم بمباراة الذهاب صعبة شوية، نسبة لحقهم بمباراة الذهاب في مازيمبي صعبة شوية. مين اللي ممكن يلحق مباراة الذهاب ويسافر مع الفريق بكرة بالإضافة للعيبة اللي شاركت في مباراة الأمس؟ يعني بنسبة تتخطى 50-60% بيرسيتاو، وده هيتحدد بكره في المران الجماعي. اذا مروان عطيه وياسر ابراهيم لسه قدامهم شويه وقت، لو تواجد حد منهم في قائمه ماتش مازيمبي ده هيبقى اعتقد يعني اعجاز، لان امبارح حتى مروان عطيه ما كانش متواجد في التدريبات، لسه مش جاهز بنسبه كبيره. بيرسيتاو اقرب الجاهزين للمشاركه والتواجد مع الاهلي في رحله الكونغو الديمقراطيه. طبعا في 5 تانيين لسه قدامهم اسبوعين ثلاثه، الشناوي زي ياسر ابراهيم زي ما بقول لكم بالتاكيد، عندك كمان حسين الشحات، عندك كمان اليو ديانج، عندك كمان امام عاشور، لسه قدامهم شويه وقت حوالي اسبوعين ثلاثه
عشان يتواجدوا مع الاهلي في المباريات الفتره اللي جايه. النهارده الصبح كان في كلام كتير جدا عن اجتماع هيتم بين كولر مع لجنه التخطيط مع الكابتن محمود الخطيب. باكد لحضراتكم كولر مفيش اجتماع معاه بشكل رسمي اصلا، وكل الكلام ده اجتهادات شخصيه واجتهادات صحفيه. وارد ان يكون في اجتماع لجنه التخطيط، ده معد سلفا وتم التحضير ليه من قبل مباراه القمه، ولكن الناس هتربط مباراه امبارح ان في اجتماعات النهارده مع كولر. لا، النهارده الفريق راح صلبيه، ماتش مازيمبي خلاص بعد يومين، اعتقد يعني التركيز في ماتش مازيمبي دلوقتي اهم بكتير، والدفعه المعنويه هتبقى مهمه جدا. وامبارح على فكره بعد المباراه حتى كانت في تدريبات كده في ارضيه ملعب استاد القاهره، نوع من الريكفري اللي عمله مارسيل كولر مع اللاعبين. اللاعيبه اللي شاركت في مباراه امبارح عملت كده تدريب استشفائي حوالي 10 دقائق ربع ساعه بالجري حول الملعب. نتمنى التوفيق يا رب في مباراه مازيمبي. ماتش مازيمبي اهم كتير جدا من ماتش الزمالك. نقفل صفحه مباراه الزمالك، 3 نقاط انتهت وخلصت، ومحدش يقول لكم الموسم الافريقي والفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل في الموسم الافريقي وهيحصل ايه الفتره اللي جايه. ممكن الاهلي لو ما قدرش يجمع عدد نقاط عشان يتواجد مع الفرق اللي هتشارك في دوري الابطال السنه الجايه، كل الكلام ده لسه بدري عليه. انا امبارح بس مجرد ما كتبت بس ان الكونفدراليه هتتلغي والسوبر ليج هيتم زياده عدد الانديه، النهارده الناس غيرت الاتجاهات خالص. امبارح كانت الناس عماله تجمع نقط. الاهلي باقي له مثلا يعني من الدور الاول 6 ماتشات، لو كسبهم هيبقى كام نقطه؟ بيراميدز باقي له قد ايه لو كسب كام نقطه؟ الزمالك باقي له قد ايه لو كسب كام نقطه؟ اول ما قلت ان الكونفدراليه هتتلغي والسوبر ليج ممكن يرجع ويبقى 16 نادي 24 نادي، الخريطه اتغيرت. واحده واحده كل الكواليس جايه، ولكن لسه مشوار الدوري طويل. الاهلي لو كسب دوري ابطال افريقيا محدش هيبص اصلا على عدد النقاط، والزمالك لو كسب كونفدراليه محدش هيبص على عدد النقاط، كل الكلام ده لسه سابق لاوانه. ولكن لكل شيء يعني هنتكلم في وقتها، ولكل حادث حديث زي ما بيقول. عموما دي كانت ابرز التفاصيل المتعلقه بطاقم التحكيم، بمباراه الزمالك، بعقوبات رابطه الانديه، بمباراه مازيمبي والتحضير للقاء مازيمبي. فاصل، وبعد الفاصل نرجع لاخر اخبار الترند واللي اتكتب في السوشيال ميديا بعد مباراه الزمالك. اهلا بحضراتكم من جديد، واخر اخبار الترند، والبدايه هتكون مع ترند الاهلي. البدايه من حساب يلا كوره، راحه سلبيه ومرن بمدينه نصر. يلا كوره يكشف برنامج الاهلي قبل مواجهه مازيمبي. النهارده يلا كوره من خلال تفاصيل متعلقه باستعدادات الاهلي قالت ان الكولر منح اللعيبه راحه بالامس، اليوم قصدي، بعد مباراه الامس. وقالوا كمان ان بكره هيكون في مران في مدينه نصر قبل التحرك لمطار القاهره. الطياره بكره هتقلع حوالي الساعه 2 الظهر. وسبب التدريب في مدينه نصر عشان حاجتين: اولا قرب الملعب او فرع النادي من مطار القاهره، والحاجه الثانيه ان في ملعب عشب نجيل صناعي عشان اللعيبه تعتاد عليه، لان الاهلي هيلعب مع مازيمبي على ملعب نجيل صناعي. طيب نروح لحساب القاهره 24، وبيقولوا ان الاهلي يطلب الساعه الكامله لاستاد القاهره في مباراه مازيمبي. كلنا عارفين ان مباراه سيمبا في دور الثمانيه كان فيها 30,000 متفرج، ولكن مسؤولي القلعه الحمراء بيرغبوا في حضور الساعه الكامله للاستاد، او على الاقل حضور 50,000 في مباراه مازيمبي. لقاء العوده اللي هيتلعب في القاهره يوم 26 ابريل جمعه اللي بعد الجايه ان شاء الله، الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره. ننتظر القرار خلال الايام اللي جايه. النهارده في الجول بيقولوا انه الاهلي يستقر على رحيل انطوني مودست، والفتره الجايه هنقرا اخبار زي دي كتير. وعلى فكره يا جماعه الامر مش متعلق ان الاهلي يستقر، الاهلي في تعاقده مع مودست في كذا بند. بند بيقول ان في نسبه معينه من المشاركه ونسبه معينه ليها علاقه بالامور الفنيه، لو اللاعب عملها هيتجدد له سنه تانيه، لم ينجح في تحقيق الارقام دي اكيد هتكون هي السنه الاخيره. فالموضوع اكيد يعني طبقا للتعاقد، طبقا للرؤيه الفنيه، وطبقا لكل حاجه احنا شايفينها، اكيد هيكون في قرار بخصوص مش مودست بس على فكره، ده حتى بملف اللاعبين الاجانب، ولكن بالتاكيد لكل حادث حديث في هذا الملف هنتكلم في وقتها لما الموسم ينتهي. المصري الرياضي، اجتماع عاجل في الاهلي لبحث اسباب الخساره من الزمالك. وزي ما قلت لحضراتكم النهارده كلام كتير جدا اتقال على ان في اجتماع ما بين كولر والكابتن محمود الخطيب، وان في اجتماع حتى مع لجنه التخطيط. وانا بقول لحضراتكم في اجتماع اصلا معد مسبقا للجنه التخطيط النهارده في مقر النادي الاهلي في الجزيره، ولكن فكره الاجتماع مع كولر في اللحظات اللي زي دي مفيش حاجه رسميه،
واكيد في مباراه اهم دلوقتي محتاجين نركز عليها، هي مباراه مازيمبي عشان نتخطى هذه الموقعه الصعبه جدا. ده بصوا بقى كمان الوطن الرياضي راح لما هو ابعد من الاجتماع. بديل كولر جاهز في الاهلي وقرار حاسم من شركه الكوره. ده قالوا كمان ان شركه الكوره برئاسه عبد القيعي جهزت ملفات تحمل اسماء مدربين اجانب لتولي تدريب الاهلي. وهناك حاله غضب شديده تجاه المدرب السويسري، وان كولر دخل في خلافات مع عدد من اللاعبين، وقالوا حوالي 6 أسماء أو 7 أسماء من اللعيبه. وقالوا هو حاليا ما فيش قرارات رسميه تخص كولر، ولكن شركه الكوره بدات تحضر ملفات لمدربين خلال الفتره اللي جايه. هي محتاجه تعليق ولا الايام هنشوف هتثبت ايه؟ طب لو الاهلي كسب مازيمبي الخبر ده هيبقى فيه تبعات الفتره الجايه ويتكرر تاني، ولا الخبر ده مش هنشوفه تاني؟ في اخبار بتطلع طبقا للنتائج، بتبقى متحضره كده ككشف انتاج. احنا النهارده عملنا 10 اخبار، الاخبار اللي زي دي بتبقى من النوعيه دي. لو الاهلي كسب مازيمبي مش هتشوف الاخبار دي، الاهلي رجع بنتيجه سلبيه هتلاقي الخبر ده بيتطور شويه معانا. نبدا بقى ايه؟ المدرسه الفرنسيه، المدرسه الالمانيه، المدرسه الايطاليه. نكمل شويه اسماء مدربين بقى، نبدا نطرح اسماء مدربين بيلعبوا في السعوديه وشغالين في يعني في الخليج، والاسامي اللي انت ممكن يقول لك بيتسو موسيماني راجع تاني. عارفين انتوا ايه السسبنس كده بناء على النتائج، عشان يعني الترافيك والقرايه والمشاهده سواء عبر اليوتيوب او عبر بعد حتى المواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الرياضيه. طيب كوره بلس، حاله مروان عطيه تحسنت والاختبار الطبي سيحسم موقفه من مباراه مازيمبي. نتمنى بكره يكون الاختبار الطبي فيه نتيجه ايجابيه، ولكن بقول لكم المؤشرات صعبه جدا. طيب نروح بعد كده نشوف ايه اللي معانا. حساب يلا كوره قالوا عكس اللي اتكتب في كوره بلس، قالوا ايه؟ لاعب وحيد قد ينضم للبعثه، يلا كوره يكشف موقف مصاب الاهلي من مواجهه مازيمبي. قالوا ان مروان عطيه هيخضع لفحص واختبار طبي غدا، ولكن فرص لحاقه بالمباراه صعبه جدا. ياسر ابراهيم لسه قدامه اسبوع، عشان كده النهارده في بدايه الانترو لما قلت ياسر ابراهيم اضافته مع الخمسه المصابين التانيين، مع حسين الشحات ومع محمد الشناوي مع اليو ديانج مع امام عاشور. فطبعا لسه في شويه وقت، ولكن الوحيد اللي ممكن ينضم للبعثه طبقا لما هو منشور النهارده في يلا كوره بنسبه ايجابيه هو بيرسي تاو. بيرسي تاو حاليا على فكره يعني اصابته مش هنقدر نقول اصابه، ولكن تجهيز تحضير، يعني هنشوف الفتره الجايه هيحصل ايه بخصوص انضمام بيرسي تاو للمباريات اللي جايه. طب النهارده اليوم السابع قالت اغلى 10 انديه في الدوري المصري، الاهلي يتصدر. هو انا بس مش عارف ايه الفكره النهارده ان احنا نعمل الانديه الاعلى تسويقا في الدوري المصري. ماشي، بيقولوا ان الاهلي الاعلى 32 مليون يورو، بيراميدز 22 مليون يورو، الزمالك 19 مليون يورو، سيراميكا كليوباترا 9 مليون يورو، المصري 8 مليون، البنك الاهلي 8 مليون 150، فيوتشر 7، طلائع الجيس 6، الاتحاد السكندري 6، المقاولين العرب 5 مليون يورو. ماشي. نروح بقى لموقعة مهمة جدا النهارده الساعة 7:30. كورة بلس عمل بوست متعلق بقمة أخرى اليوم ولكن في كرة اليد. الأهلي والزمالك في الجزائر. نهائي كأس السوبر الإفريقي النهارده الساعة 7:30. نتمنى التوفيق يا رب للنادي الاهلي في تحقيق بطوله السوبر الافريقي على حساب المنافس التقليدي فريق نادي الزمالك. اخر حاجه معانا في الترند الاهلي، فريق الانسات لكره اليد بالامس حصد برونزيه السوبر الافريقي عقب الفوز على فريق دي جي اس بي الكونغولي. النهارده او بالامس فريق السيدات حصد البرونزيه، ان شاء الله باذن الله النهارده فريق الرجال يحقق المركز الاول والميداليه الذهبيه في لقاء السوبر امام نادي الزمالك. نروح للترند المحلي، وحساب اليوم السابع من دقائق قليله نشر البيان اللي كتبه ابراهيم نور الدين على صفحته الشخصيه، واللي قال فيه لم اقصد التقليل من الاهلي او الزمالك وتصريحاتي فسرت خطا. انا هجيب لكم الاخر عشان بس ايه نشوف كل واحد ومسؤولياته. يجب على لجنة الحكام تقديم اعتذار رسمي للأهلي، أنا هتكلم على الأهلي، عما بدر من إبراهيم نور الدين في تصريحاته التلفزيونية التي صدرت بالأمس، لأن اللي سمح له أنه يطلع ويدلي بتصريحات هي لجنة الحكام، فيجب أن تعتذر اعتذار رسمي للنادي الأهلي على تصريحات إبراهيم نور الدين.
كمان اتحاد الكوره اصلا كمان يجب ان يحول ابراهيم نور الدين للشؤون القانونيه، ويكون في اعتذار رسمي من اتحاد الكوره، ويجب على رابطه الانديه ان تقدم مذكره رسميه لاتحاد الكوره. اشتغلوا مره واحده صح، كل واحد يقوم بدوره صح، الحكم حكم والمسؤول مسؤول. ولكن امبارح انا بتفرج وعارف، وقلت لكم قبل مباراه القمه، ابراهيم نور الدين هو اللي حط نفسه في الماتش، مفيش لجنه حكام. انا جبتها لكم الاخر، واللي قلته انتوا شفتوه امبارح بعد المباراه بالتصريحات، والنهارده ببيان رسمي. كابتن ابراهيم معتزل، امبارح المباراه كانت مباراه قمه الاعتزال. امبارح في اربع حكام في المباراه، اربع حكام معديين 45 سنه. 45 سنه، منهم ثلاثه بعيدين عن المشاركات الافريقيه بنسبه كبيره. ولكن عموما هنشوف اللي هيحصل في الساعات اللي جايه. ترند المحلي كانت اخر حاجه فيه كمان قصه بقى بطولات الكاف والدوري الافريقي، قلت لكم ده بالتاكيد هنتكلم عليه في الفتره اللي جايه، لان انا عارف كلمتين اتكتبوا، انا عارف اثار ويعني بلبله كبيره جدا في السوشيال ميديا وفي الاعلام سواء في مصر او بره مصر. ولكن باكد لكم قصه السوبر ليج، كاس الكونفدراليه، دوري الابطال، هنتكلم عليه الايام اللي جايه في اجتماع مهم مكتب تنفيذي في الكاف يوم الجمعه في المغرب. وبعد كده عندنا تفاصيل كتيره بالتاكيد هنتكلم عليها في الايام القادمه او الاسابيع المقبله. في الختام بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده. رساله الجمهور الاهلي، نقفل صفحه ماتش الزمالك، نركز مباراه مازيمب، ندعم الفريق، كولر يصحح الاخطاء، وربنا يكرمنا باذن الله في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.